ماس كترجع للبلاصه ديالها. ماس فريق ديال الالقاب، فريق كبير في المغرب، واحد من عفوا من نشوفوا مقابله بين جوج في توب فور ديال احسن، فكرونا في الدومي فينال ديال كاس العالم ماتش التالي ياك في الرابع. والله يعطيك الصحه، ما انا خاف 88 89 نو قبال قبال كانت لعبات 82 لعبوا بالليل في الدور بيلانتيات تضرب ولا نضرب تضرب ولا نضرب خلينا شتينا انا هنايا مقابله مع عمري ما نساها، كانت مقابله كبيره الجيش والماس جوج فراقي السميات ترى هذيك الساعه السيمانه اللي غنبغيو نلعبوا فيها مع الجيش ولا مع فاس طلع مع فاس وجد راسك مع عمرك انا راه كيشد انا كنشد مكناير الله يرحمه كيشد السطوره ديال الماء وكيكرش الغاز وكيقول لهم ديروا الطاك سيون خاصه بالطاك. واحد مره انا راه ضربني واحد مره ضربني الروادي نط ما لقيتش البروتيز والله ما لقيتش لقيت الرجوله بونو ديال العشره عبد السلام الله يذكره بخير ودير بونو العشره وزيد لي الطاك صح اللعابه كانوا كويريه ولكن كان الصح والعمل. فريق المغرب فاسي فريق الالقاب يمكن الرابع في المغرب من ناحيه الالقاب من ناحيه التاريخ. اسماء ديال الماس اسماء ديال الماس كتبقى خالده في كره القدم المغربيه، لا مسيرين ولا لاعبين ولا حتى الجمهور، جمهور المصاوي معروف بهذوك النفاره اللي كانوا كيكونوا في هنا 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 كيجيو هنا راه كيجيو بحال جاي فرقه فاس ما جايش ديما الماس كيبقى هو الماس واخا يلاه طلع كيبقى الماس هو الماس فريق كبير. الماس تا هما داروا انتدابات جابوا هيثم عينه اللي كتعرفوا مزيان كرون جوار، جابوا يشو اللي كان في بركان والفقيه هو الاخر جابوا ايمن مجيد ايمن مجيد هذاك كارديان دويت مخيار الطوم ديال الشادلي وديال وي جابوا اكردو غون جوار ست سنين ولا بيان فورمي هذاك تخي 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 ديال جوار. جابوا حمامي الاريير دروا وكيلعب حتى في الميليو، جابوا مقران اللي كيبقى اتاكون مزيان، جابوا نيلسون مزيانه كانوا بزاف ديال لي ديبار في الماس. غيلعبوا مع الجيش، الجيش اللي العام اللي فات بليزو موا داروا وجابوا علاء اجراي ديال بركان ديال وداد التمارة ومشى لبركان علاء اجراي بون اتاكو تخي تخي بون جوار كان مزيان هذا العام في بركان والعام اللي فات كذلك علاء اجراي سيتو حتى هو لاطاك اجراي مقران ديارا فقيف كوميم اكردوم ايشو خضروف تا هو كيف قالوا قدو مونغونغا تبارك الله لي زون بيان اكيليبري هو يسيب له هو الصرع. شوف ملي كيكون عبد الرحمن السليماني ونعطيو كل دي حق حقه، اولا التحيه للسي عبد الرحمن السليماني والسي عادل السليماني كنعرفهم بين هادو لي زيدول هادو تاريخ مع عزاز الله يرحمه وبقاو فيه الفرقه ديال المغرب فاس الزهراوي هذا ستان ميليو تيران ديال هذا مع بونو تبارك الله ان ميليو ديس اللي كيدير اللي كيهرس بنادم سليماني ملي كيتك عليها كيجيبها عزيز صرع هذوك هذو اللاعبين كيستاهلوا باش الماس طلع في الوقت الحياه ديالهم وترجع للعود ديالها. فريق كما قلتي عنده مدينه علميه قاعده جماهيريه وعاد بزيد كما قال سي عبابي هو رئيس ان جون اللي بعمامه لا فامي جامعي كلها تبارك الله سي حسين انا كنعرف انا كبرت معاهم انا لا فامي الجامعي انا كبرت معاهم انا وبن عبيشه ما كناش كنحيدوا من الملعب ما كنعيدوش حنا ولا الدار وادير انا بوشت الله يرحمه كان بغي يدير لي الماس في 84 الله يرحمه الله يرحمه بوشت تهامي سي حماد سي حسين هذاك احمق ديال الكره هذاك حسين كرون كونيسيون هذاك الا كنتي رايحو تما في ليساسفا وخا يطيح الظلام الاربيت كيزيد هي كتزاد 30 دقيقه هو كيزيد 60 دقيقه هاي ماركي هاي ماركي يقول لي اصبر سي حسين كنسلم عليه وسي سي حمد الاب ديال السي اسماعيل صراحه هذاك C'est l'accompagnement, c'est le soutien, c'est le parrain, exactement, c'est le mot exact.